بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بسم الله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز كل ذليل وغنى كل فقير وقوة كل ضعيف. جمع القلوب على الحق بحكمته، وطوى الوجود على يديه بقدرته، ووسع كل شيء بعلمه ورحمته. ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه ما ترك شيئا فيه خير لنا وللبشرية إلا أمرنا به وحثنا عليه، وما ترك شيئا فيه شر لنا وللبشرية إلا نهانا عنه وحذرنا منه. فصدق الله العظيم القائل في حق نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأحباب الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الليلة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وتقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة لرواد بيوت الله تعالى، وخدمة كذلك لمتابعي هذه الندوات عبر الصفحة الخاصة بوزارة الأوقاف المصرية. نحن معكم هذا الأسبوع من مسجد الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين بالقاهرة. أيها الأحباب، ليلة طيبة كريمة نتحدث فيها مع حضراتكم حول قيمة مهمة من قيم ديننا الحنيف. حوارنا اليوم وندوتنا اليوم تحت عنوان الأمانة وأثرها على الفرد والمجتمع. هذه الأمانة التي ليس منا أحد إلا ويتحمل كثيرا من هذه الأمانات، فكل عمل موكل إلى أحد منا هو عنده أمانة، وكل مسؤولية كلف الله بها أحدا منا هي عنده أمانة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الأحباب، لقاؤنا اليوم فيه فقرات عديدة، حيث سنستهل بتلاوة قرآنية كريمة يتلوها الدكتور ماهر الفرماوي، ونسعد بعالمين جليلين الأستاذ الدكتور حسني التلاوي وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة. سنستمع إليهما في حديث مهم عن هذه القيمة التي هي من أهم قيم ومبادئ ديننا الحنيف، وهي الأمانة. ثم نختتم بابتهالات من المبتهل الشيخ أحمد شفيق. أيها الأحباب، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. فاللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تستر عيوبنا
وأن تغفر ذنوبنا وأن تشرح صدورنا وتجعلنا يا ربنا ممن أدوا هذه الأمانة التي كلفتهم بها وأعنتهم عليها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فاللهم لا تجعلنا ظالمين ولا جاهلين، واجعلنا ممن كلفتهم فأعنتهم وأعنتهم فقبلتهم وتقبلت منهم يا رب العالمين. أيها الأحباب، نستهل ليلتنا هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية بمسجد مصطفى الدكتور مصطفى محمود بالجيزة. نستهل هذه الليلة الكريمة بخير الكلام وأطيبه وأصوبه وأعذبه بالقرآن الكريم. نستمع إلى آيات بينات من الدكتور ماهر الفرماوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة إلا على أزواجهم
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها والذين هم على صلواتهم يحافظون.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة وإماما وشفيعا وشاهدا يا رب العالمين. استمعنا أيها الأحباب إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا الدكتور ماهر الفرماوي. استهللنا بها مع حضراتكم فقرات هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، من هنا من مسجد الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين بمحافظة الجيزة، حيث تطرح قضايا مهمة من خلال هذه الليالي وهذه الأسابيع وهذه التجربة الرائدة الرائقة، هذه الأسابيع الثقافية الدعوية التي تهتم وتسلط الضوء على القضايا المهمة والقيم التي اعتنى بها وحثنا عليها ديننا الحنيف. قيمة الليلة التي يدور حوارنا حولها هي الأمانة، قيمة من القيم الرئيسة في ديننا الحنيف. نناقش هذه القضية، نبني على الإيجابيات ونسلط الضوء على السلبيات حتى نعالجها ونصل إلى ما يمكن الوصول إليه في درجة من درجات الكمال البشري في سبيل التمتع بهذه القيمة، قيمة الأمانة، حتى نكون ومن قاموا على هذا الأمر وهذه الليلة ممن قاموا بأداء واجبهم وأدوا أمانتهم نحو هذا الدين ونحو هذا البلد، وصولا بالفرد إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه في تربية وتنمية هذه القيم والسلوكيات لدى الفرد والمجتمع بإذن الله. يحضر معنا هذه الليلة إن شاء الله الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، جزاه الله خيرا على حضوره الكريم، كما نسعد أيضا بضيافة إمام المسجد الشيخ محمد عبد العال الدومي جزاه الله خيرا، ونشكر لحضراتكم هذا الحضور المشرف الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ثانية وكل دقيقة تقضونها معنا في هذا المكان خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهنيئا لكم بحضور هذا المجلس، وجزى الله خيرا من قام على هذا الأمر وسعى إليه وشارك فيه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص والقبول. أيها الأحباب، العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. معنا علمان وعالمان من علمائنا الأفاضل الكرام، الأستاذ الدكتور حسني التلاوي والأستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد. سنستمع الآن إلى الكلمة الأولى من أستاذنا الأستاذ الدكتور حسني التلاوي وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، قال في محكم التنزيل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. المؤمن، الله تعالى سمى نفسه المؤمن، والمؤمن
هو الذي يؤمن غيره في كل شيء، سبحانه سبحانه. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي قال في حديثه الشريف وهو الذي لا ينطق عن الهوى، قال: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة لقاء هام في منتهى الأهمية، وذلك لأنه يتعلق بقضية كما تفضل أستاذنا المقدم المحترم، قضية لها خطورتها بين الناس جميعا، ألا وهي الأمانة. وحتى لا أطيل وأترك المجال لمن هو أولى مني بالحديث، أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور عبد الشافي الشيخ، فإنني سأكتفي بتقرير بعض الحقائق في دقائق. الحقيقة الأولى هي أن الأمانة والأمان متلازمان، أو قل إن شئت كما قال العلماء هما شيء واحد على سبيل المبالغة. فإذا ما وجدت الأمانة عم الأمان وساد وانتشر، وإذا ما رأيت أمانا في مجتمع ما فاعلم وتأكد وتيقن بأن هذا المجتمع يسوده عنصر الأمانة. فالأمان والأمانة واحد أو قل متلازمان، هذه هي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية: الأمن والأمان والأمانة والأمنة كلها نقيضها الخيانة. الأمن والأمان والأمانة والأمنة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، هذه الأربعة نقيضها الخيانة. وما الفرق بين النقيض والضد؟ لا يغيب عن علم الشريعة حضراتكم أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أي أن الشيء ونقيضه لا بد أن يكون أحدهما موجودا، لازم، كالموت والحياة، إما ميت وإما حي. لكن الفرق أو العلاقة بين الأبيض والأسود ضدية، لأنهما قد يرتفعان فلا يكون لا أبيض ولا أسود، شيء آخر. الأمن والأمانة والأمان والأمنة نقيضها الخيانة. فإذا ما رأيت رجلا ليس والعياذ بالله بأمين فلا بد أن يكون خائنا، وإذا لم يكن خائنا فإنه بإذن الله أمين، لا ثالث لهما. فأنت أيها الرجل العاقل الكيس، إذا ما وجدت في نفسك شيئا من الخيانة فاعلم أنك لست في صفوف الأمناء الآمنين أصحاب الأمانة، هذه هي الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة: هناك فرق بين أن أكون أمينا وبين أن أكون خائنا. فإذا ما كنت أمينا سأشتهر بين الناس بالأمانة، فإذا ما وجدت في مكان ما
في عمل ما، في مصلحة ما، فإنه سيشار إلي مع قلة من غيري بأن هذا هو الكفيل وهو الجدير بأن يكلف بكذا، أن يقوم بمهمة كذا، أن يناط إليه كذا، هكذا. والأخرى والعياذ بالله يكون مشهورا أيضا بأنه من الخائنين والعياذ بالله. سأضرب مثالا واحدا من صفات الخيانة، ألا وهو إفشاء السر. إفشاء السر نوع من أنواع الخيانة، ومن أفشى سر أخيه فليس بأمين. وفي دنيا الناس إلا من رحم ربي تكون العلاقة رائعة بين اثنين، فإذا ما وقع بينهما شجار وخلاف لا يتوانى ولا يتورع إلا ويبادر ويفشي سره الذي كان قد استأمنه عليه. هو وهو يفشي سره ليس بأمين، وهو يفشي سر أخيه هو خائن والعياذ بالله. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقفتان، العهد ومسؤولا. ما العهد؟ العهد هو ما تعاهدون عليه الناس. فإذا ما سمعت من أخيك سرا وعاهدته أنه سر، إذا ما أفشيته فأنت خائن. وأوفوا بالعهد أي الذي عاهدتم عليه الناس، هذا هو العهد. ثم يأتي قوله تعالى: إن العهد كان مسؤولا. وكيف يكون العهد مسؤولا؟ كيف يسأل العهد؟ هل العهد مما يسأل؟ لا، ولكن الله تعالى قال: إن العهد كان مسؤولا. فما تخريجه وما سر هذا التعبير؟ يقول العلماء: إن مسؤولا أول معانيه من سأل شيئا إذا طلبه. فالعهد مسؤول أي مطلوب، أي أن الله تعالى طالبه ولا يتنازل عليه الشرع الحنيف، هذا أمر مسلم. العهد مسؤول أي أنه مطلوب. ومن ذا الذي، من ذا الذي لا يلبي طلب وسؤال ربه عز وجل عن العهد؟ هذه هي الأولى بالنسبة للعهد. الثانية: إذا كان العهد سيسأل، فإنه سيسأل أمام من نقضه، من ضيعه، من أفسده، من خانه، وكفى بذلك تبكيتا وتعذيبا أمامه. ثم والأخيرة: إذا كان العهد سيسأل، العهد الذي ليس من شأنه أن يسأل، إذا كان سيسأل بنص القرآن الكريم، فما بالنا بمن ضيعه؟ سيسأل ويسأل ويسأل. إن كان لي بقي دقيقتان فقط، سأتلو على أسماع حضراتكم قصة لا تغيب تقريبا عن أحد من السادة العلماء الجالسين الحاضرين. روى ثابت عن أنس رضي الله عنه، ثابت هذا من كبار التابعين ومكثري الرواية، رواية الحديث الشريف. روى ثابت، قال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. غلمان، الغلام سنه من الميلاد إلى البلوغ، أي أنه صبي ولد يلعب في الشارع في الطريق. أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فسلم علينا، هو الغلمان الذين يلعب معهم، ثم بعثني
في شيء، ثم أبطأت. فعندما رجع إلى أمه سألته: ما سبب تأخرك؟ قال أنس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: طبيعة الأم، وما حاجته؟ قال لها الصبي. وقارن أخي المسلم بين هذا الصبي وبين غيره في سنوات أخرى وعصور أخرى مما ليس بصبي. وما حاجته صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس: إنها سر. فقالت له أمه: ماذا قالت؟ لا تحدث بسر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس، انظروا إلى نهاية الحديث. قال أنس رضي الله عنه لمن؟ لثابت الذي يحدثه هذا الحديث. يقول أنس لسيدنا ثابت رضي الله عنهما: والله لو حدثت أحدا بهذا الحديث لحدثتك يا ثابت. وظل كما هو إلى أن مات ولم يفش سر النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام كثير والوجوه نيرة، ولا أريد أن أطيل، وأترك الفرصة لأستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور عبد الشافي الشيخ، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداء لهذه الأمانة حدثنا الأستاذ الدكتور حسني التلاوي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، مؤديا أمانته التي كلف بها نحو هذا العلم الذي علمه الله إياه. فالعلم أمانة، وكل عالم مكلف بأن يؤدي أمانة الله في هذا العلم ويبلغه للناس. وها هو جزاه الله خيرا قد أفاض علينا في دقائق قليلة الكثير من الدروس والعبر، وكان أهمها أن الأمانة على رأس كل الفضائل. الأمانة على رأس كل الفضائل. وفي هذه القصة الأخيرة التي رواها لنا مشكورا، ها هي الأم تقوم بأمانتها، وها هو الصبي يقوم بأمانته، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف تكون الأمانة، حتى ترك لنا عليه الصلاة والسلام أئمة ونجوما من اقتدى بهم فلن يخذله الله أبدا ولن يضل أبدا إن شاء الله. جاءت هذه الكلمة أيها الأحباب ضمن ثقات هذه الليلة الثالثة من ليالي هذا الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف، هنا في مسجد الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، وإمام المسجد الشيخ محمد عبد العال الدومي حفظه الله وبارك فيه، وبحضور حضراتكم جميعا جزاكم الله خيرا. وأسأل الله تعالى أن ينفع بحضراتكم وأن ينفعكم بهذه الليلة إن شاء الله، وتكون في ميزان حسناتنا وحسنات القائمين عليها والداعين إليها إن شاء الله. أيها الأحباب، وفي مواصلة لأداء أمانة العلم، نبقى في رحاب كلمة من أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد الشيخ، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، وأشهد أن لا إله إلا الله قامت على وحدانيته البراهين والحجج، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا وشفيعنا يوم القيامة محمداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المفدى منا بالقلوب والمهج،
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه وذريته الذين صاروا على أعدل طريق وأقوم منهج، وارض اللهم عنا معهم بمنك وفضلك وجودك وكرمك عدد الجنان وما فيها من درج، وعدد ما نزل من السماء وما إليها قد عرج. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وترد بها غائبنا وترحم بها ميتنا وتشفي بها مرضانا وتقضي بها حوائجنا وتغفر بها ذنبنا وتستر بها عيبنا وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، يقولون لا عطر بعد عروس، يعني بعد هذه الكلمات الطيبة والنفحات المباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية سعادة الأستاذ الدكتور حسني التلاوي، يعني تتيه منا الكلمات، فلم يترك لنا كما يقولون شاردة ولا واردة. لكن أنا أحيي الحضور طبعا مرورا بالقائمين على هذه الليلة المباركة، ممثلة في وزارة الأوقاف وعلى رأسها معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة حفظه الله، والسادة المنظمون والمؤطرون لهذه الليالي المباركة والتي يتشوف لها مجتمعنا إقرارا لهذه القيم التي أكد عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآنه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة. لكن قبل أن أبدأ في الأمانة وما تحويها من كلمات، أزف بشرى إلى الحاضرين، فقد ورد أن أحدهم يبيع جارية له، ووقف في السوق وهو يعرض جاريته ويقول: الجارية التي لا عيب فيها. فتعجب الناس، وفي حد ما فيهوش عيب؟ الكمال لله تبارك وتعالى. فساق أحدهم الفضول أن يشتري هذه الجارية، أما شوف بقى مين الجارية اللي ما فيهاش عيب. وبالفعل اشترى هذه الجارية واصطحبها إلى بيته، وكان قليل العبادة، كان تاجرا لكنه في العبادة قليل. فلما فرغت من أعمال المنزل وما يستوجب عليها، وقفت بين يديه بعد غروب الشمس وقالت له: يا سيدي، ألك حاجة في؟ قال: لا. قالت: إذن دعني وربي. فدخلت وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى تدعو الله وتتبتل وتذكر وتقرأ القرآن الكريم. ما هي إلا ساعتين بعد صلاة العشاء طرقت الباب على سيدها: يا سيدي، أما لك في قراءة القرآن الكريم؟ قال لها: لا. أما لك في الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى دقائق معدودة؟ قال لها: لا، أنا عندي شغل بكرة. استنت ساعتين ثلاثة حتى إذا انتصف الليل وطرقت الباب على سيدها: يا سيدي، لقد نامت العيون واستيقظ فقط المحبون وارتفعت أكف القانتين لله تبارك وتعالى، أما لك في دقائق تقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فأعرض عنها، قفلت الباب ودخلت تكمل عبادتها مع ربنا سبحانه وتعالى. فأخذه الفضول، ده أول ليلة عنده، أخذه الفضول أن يسمع ماذا تفعل هذه الجارية. فتصنت على الباب فوجدها تقول: اللهم بحبك لي إلا قد غفرت لي، اللهم بحبك لي إلا قد غفرت لي. ففتح عليها الباب، قال: يا جارية، هلا قلت اللهم بحبي لك؟ حبك لله أنت تتحكمي فيه، فكيف تتحكمين في حب الله؟ من أدراك أن الله تبارك وتعالى يحبك؟ قالت: يا سيدي، والله لو لم يحبني ما أوقفني بين يديه، والله لو لم يحبنا ما أجلسنا هذه الجلسة المباركة. هذه علامة من علامات محبة الله تبارك وتعالى لنا. أما عن الأمانة وعن القيم، فإن الشعوب والأمم لا تحيا إلا بالقيم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فيش أمة من الأمم مهما أوتيت من سياسة أو اجتماع أو اقتصاد أو فلوس
أو تقدم لازم يكون لها جناح وركن ركين هي الأخلاق والقيم. أداة من أدوات التمكين، حتى لو تتبعنا واستقرأنا رسل الله تبارك وتعالى كيف مكن الله تبارك وتعالى لهم بجانب العلم بجانب الوحي بجانب النبوة، لازم يكون في شق من القيم. سيدنا يوسف عليه السلام قبل أن ينبأ وقبل أن يكون وزيرا وقبل كانت له مواقفه مع امرأة العزيز، كانت له مواقفه التي تنم عن قيم عالية سامية مع أصحاب السجن، كانت له قيم مع الملك لما استدعاه في تفسير رؤياه. إذن مبدأ القيم وركن القيم ركن الركين تقوم عليه الحضارات. سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ هيأه الله تبارك وتعالى بالقيم، ولذلك كان يلقب فيما بينهم بالصادق الأمين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبقى مكانه سيدنا علي، ليه؟ عشان يرد الأمانات. يعني إيه؟ يعني الناس كانوا مستأمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حوائجهم، اللي عنده حتة ذهب واللي عنده شوية فلوس واللي عنده عقد بيت واللي عنده حجة بتاع أرض يخليها فين؟ يسيبها عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي اللي علمنا والأد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لما جه يسافر وهو يعتبر عدو لهم وهم ناهضوه أساليب الدعوة، ومع ذلك أبقى سيدنا الإمام علي حتى يرد الأمانات إلى أهلها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الأمانة لخص الدين كله في الأمانة. نقدر نقول أيقونة الدين الإسلامي هي الأمانة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. وصح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 4 إذا كن فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا. 4 خصال: إذا عندك هم مجتمعين أو متفرقين، لو عندك حتى واحدة منهم احمد ربنا سبحانه وتعالى. لا يضرك ما فاتك من الدنيا، ما تزعلش لما يكونش عندك فلوس، ما تزعلش لما يكونش عندك منصب، ما تزعلش لما يكونش عندك عربية، ما تزعلش لما يكونش عندك رصيد. أصل أنت معاك حاجة من الأربعة دول، ده مش كلامي، ده كلام سيدنا وحبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. 4 إذا كنا فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا. أولها قال حفظ أمانة. إذا أنت بتحفظ الأمانة دي كفاية عليك أوي، علامة الفلاح. وقد أطربنا وشنف مسامعنا وآذاننا هذا المقرئ الجيد الدكتور الفاضل وقرأ قد أفلح المؤمنون، وعدد صفات المفلحين والمؤمنين بقول الله تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إذا عندك واحدة من الخصال الأربعة لا يضرك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة مطعم. حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة، يعني حسن خلق وعفة مطعم، أن تتحرى الحلال من الحرام. الأمانة يا سادة وصف الله تبارك وتعالى بها سيدنا جبريل عليه السلام في قوله نزل به الروح الأمين. كل أنبياء ربنا سبحانه وتعالى وردت 14 مرة في القرآن الكريم على لسان العديد والعديد من الأنبياء، سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب وسيدنا، كلهم يقولون إيه؟ إني لكم رسول أمين، وفي بعضهم إني لكم ناصح أمين. إذن الأمانة خلق الأنبياء، خلق المرسلين، خلق الملائكة المقربين، خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صور الأمانة متعددة، لا تقف عند صورة واحدة إن واحد يستأمني على فلوس فأردها له، ودي كانت صورة من صور الأمانة. وكما أشار فضيلة أستاذنا إفشاء السر يتبع الأمانة، ففي صور كثيرة وعديدة جدا للأمانة، على رأسها أمانة التوحيد.
أولها إحنا مستأمنين يا سادة على رسالة التوحيد، مستأمنين على شرع الله تبارك وتعالى، مستأمنين على الدعوة إلى الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، في خواتيم سورة الأعراف، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ليه؟ أصل دي أمانة أنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل، أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أمانة التوحيد. هل أنت فهمت أمانة؟ هل أنت أفردت الله تبارك وتعالى بالعبودية؟ هل لم تحب إلا الله؟ هل لم تدعو إلا لله؟ هل لم تذبح إلا لله تبارك وتعالى؟ هل كانت دعوتك مسخرة فقط لخدمة الوصول إلى الله تبارك وتعالى؟ وإحنا قلنا الله تبارك وتعالى يا سادة أعلى من قيمة الإنسان، فجعل الإنسان مستأمناً على شرعه. إزاي؟ إحنا مستأمنين على شرع الله؟ طبعاً، أكثر من 8 آيات في القرآن الكريم تؤكد أن الإنسان مستأمن شرعاً على الأحكام الشرعية. يعني إيه؟ يعني مش هنعين على كل واحد عسكري يشوف الأحكام الشرعية بتاعته. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ النساء كمان يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. أنت مستأمنة على شرع الله. أنت لو جيتي بعد شهرين وقلت لي أنا حطت 3 حيضات أنا هجوزك، هسمع منك، هصدقك. ليه؟ لأن أنت مستأمنة على شرع الله. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول: وعاشروهن بالمعروف. إيه هو المعروف؟ ما يقره العرف، عرف أهل المدينة غير عرف أهل القرية، غير عرف الصحراء، غير عرف البادية، غير عرف السواحل إلى آخره. يبقى أنت مستأمن على شرع الله تبارك وتعالى. صور الأمانة عديدة، منها صور العبادات، أنت مستأمن على تأدية العبادات لله عز وجل. ولذلك يعجبني الشاب في رمضان، حدش معاه، صيام رمضان ده مما يقاس به درجة الإيمان ورقابة الله تبارك وتعالى ومراقبته. ليه؟ لأن ما حدش شايفك، أنت ماشي في الشارع، ما احناش عارفين مين اللي صايم ومين اللي مش صايم. فيأتي أحدهم يقول لي: فضيلة الشيخ، أنا كنت بتوضأ وسبقني بعض الماء، أنا كده صايم ولا فاطر؟ فأحمد له أمانته، لأن عنده أمانة بينه وبين ربنا، ما حدش شايفه. ولو شرب شوية مية وكانه سندوتشين وطلع بره قال أنا صايم، ما حدش هيقول أنت كذاب ولا أنت صادق، لكنها الأمانة يا سادة. استأمنك الله تبارك وتعالى في الصلاة، فإذا يعني أصابها شيء من التقصير لازمك أن تعوضه بشيء آخر كسجود السهو وغير ذلك. كل شيء في العبادات لها تكملة، لها ترميل، لها جبر. ليه كل ده؟ لأن أنت مستأمن على شرع الله تبارك وتعالى. في أيضا صورة من صور، أنا ليه دقائق معدودة ولا؟ طيب دقيقتين. صورة من صور الأمانة أيضا أمانة الحواس. الحواس بتاعتك اللي اديها لك ربنا سبحانه وتعالى دي هي مش ملكية خاصة كما يظنه البعض، هي حق انتفاع. ربنا سبحانه وتعالى ادانا العين، وادانا اللسان، وادانا الايدين والرجلين كل زي ما انت عايز تقولولي، ليست ملكية ذاتية، مش ملكية صافية. اي نعم، محدش يقدر يمشي في الشارع يقول لك المناخير دي بتاعتي، ماشي، ضمن لك الله هذا في الدنيا، لكن خلي بالك يوم القيامة مش بتاعتك قطعا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ليه؟ لأنه أنتقل الله، خلاص الملكية بتاعت الدنيا دي كانت ملكية زائفة، كانت حق انتفاع. شوف لما تدخل فندق وتأجر ليلة أو ليلتين وانت ماشي بتاخد السرير والمخدة والتلاجة أبدا، انت خد راحتك. لكن لما تيجي الساعة 12 لازم تخلي. كلنا كده في الدنيا، وجودنا في الدنيا يا سادة حق انتفاع. انتفاعنا يا سادة بهذه الأعضاء والله حق انتفاع. ربنا ملكك عليها في الدنيا شريطة أن تستعملها في مرضات الله عز وجل. لا تخن الأمانة في يدك فلا تبطش بها، لا تخن الأمانة في قدمك فلا تمشي بها إلى معصية، لا تخن الأمانة في نظرك، في سمعك، في لسانك. المقصود إن صور الأمانة متشعبة، وقلنا إن النبي لخص الدين كله وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. نسأل الله العلي العظيم
رب العرش الكريم أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدينا لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرفنا عن ولا يصرفها عنا إلا هو. اللهم علمنا القيم، ردنا إلى دينك ردا جميلا، ردنا إلى الأخلاق الحميدة ردا جميلا، علمنا الأمانة، حببنا في الأمانة وفي كل من يتعامل معنا بالأمانة. يا رب الأمانة اغفر لنا وارحمنا وتول أمرنا في الدنيا والآخرة، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. حقا ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء فيما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. استمعنا أيها الأحباب إلى درس رائع ومهم من أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الشافي الشيخ، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، في مواصلة لتأدية الأمانة، كذلك أمانة العلم، حيث أخذ بأيدينا إلى العديد من هذه الأمانات التي يجب على كل منا أن يراعيها وأن يؤديها. فكل إنسان منا مسؤول عن العديد من الأمانات، فجوارح الإنسان كلها وأعضاؤه أمانة في رقبته، مسؤول عنها يوم القيامة، كما تعلمنا من أستاذنا الدكتور عبد الشافي الشيخ جزاه الله خيرا في هذه الليلة الطيبة من ليالي هذا الأسبوع الطيب، الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بدعوة وبرعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، في قيام كذلك بهذه المسؤولية وأداء هذه الأمانة نحو رواد بيوت الله تعالى، ونحو كل من يتابعون هذه الندوات عبر صفحة وزارة الأوقاف. أيها الأحباب، في الختام نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه، ونبقى مع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ أحمد شفيق. لا إله إلا الله، يحجب رزقه عن العصاة.
اقترفوا من ذنوب أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل وعنايتك ارتد بصيرا
نصلي عليه كما عود الله تعالى أن نصلي عليه في مثل هذه الإشراقات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما جرى الثواب الحرير ولا مشى ما جرى ثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا لبس الأمانة حلة فضاضة لبس القميص مرقعا وهو الذي لو شار وهو الذي لو أشار وهو الذي لو شار ما فأنت أسمى على شعري ومقدرتي فأنت أسمى على شعري ومقدرتي لما سموت بمدح النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. نشهد سيدي يا رسول الله أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك يقين الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهادي من نادانا للإيمان فهو نعم المنادي. اللهم صل عليه صلاة تنور بها فؤادي وتبلغني بها قصدي ومرادي وتصلح بها نفسي وأهلي وإخواني وأحبابي وأولادي. وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه وارض اللهم عن جميع الحاضرين وبلغ اللهم منا جميعا رسولك منا السلام. اللهم إنك قد حملتنا هذه الأمانة فأعنا على تأديتها حيث قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنسألك اللهم يا ربنا في هذه الساعة أن تتقبل منا جلستنا
وأن تبلغ حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم منا السلام حتى نلقاه على الحوض ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تدخلنا بها روضته ورضاه، وما صلاها مصل منا إلا رآه ونال مبتغاه ومناه. استمعنا إلى هذه الابتهالات من الشيخ أحمد شفيق، اختتمنا بها هذا المجلس الكريم المبارك هذه الليلة من ليالي هذا الأسبوع الثقافي الدعوي الذي نظمته وزارة الأوقاف وما زال تنظمه في مسجد الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين بمحافظة الجيزة. خلصنا أيها الأحباب في ختام هذه الندوة إلى عدد أو العديد من الدروس والحكم، أن علما بغير أمانة، أن العلم بغير أمانة شر من الجهل، وذكاء لا يصاحبه صدق اللهجة نكبة على العقل. ثم ماذا؟ الأمين يغير أفكاره لتتناسب مع الحقيقة، والمخادع يغير الحقيقة لتتناسب مع أفكاره. كن شريفا أمينا، لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة فقط، بل لأنك أنت لا تستحق أن تكون خائنا وضيعا. من لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمانة رأس ماله، من لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمانة رأس ماله. وختاما قال سيدنا الإمام علي: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بالصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. فاللهم إنا نسألك أن تعيننا على أداء ما حملتنا من أمانة، وأن تجركنا يا ربي الإخلاص والقبول. اللهم تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا. شكرا لحضوركم أيها الأحباب، وشكرا للقائمين على هذه الندوات، شكرا للدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة وإمام المسجد الشيخ محمد عبد العال الدومي، شكرا لضيوفنا الأحباب الكرام. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة لكم منا أطيب التحية، نستودعكم الله، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.